حسم المباراة من شلال الفرص الذي سنح له وأهدره. الشوط الثاني بدأ كروزيرو من جديد بهجوم على مرمى أتلتيكو مينيرو، ولكن العارضة هذه المرة هي التي نابت عن الحارس بالتصدي لهذه التسديدة البعيدة التي لعبها إيزيكيل. توالت الفرص وهذه الكرة ضاعت على اللاعب هودسون، لكن بعد انقضاء الساعة الأولى تبدلت كل الأحوال. بدأ أتلتيكو مينيرو يستفيق ويهاجم باتجاه مرمى الحارس فابيو، وفي الدقيقة 61 يتمكن اللاعب أوتيرو اللاعب الكولومبي من تحقيق الهدف الذي تعدلت فيه النتيجة. 1-1، أتلتيكو مينيرو يتعادل برأسية ممتازة هيأها له اللاعب